في العافية، أخبار خدمية كتير شهدتها محافظاتنا المصرية، من بينها شمال سيناء اللي شهدت افتتاح نقطة طبية في حي أبو خويطر لدعم الرعاية الصحية. في الإسماعيلية جامعة قناة السويس أهلت 1052 طالب عبر 25 دورة تدريبية صيفية. أما في بني سويف تم إجراء 20 عملية جراحية للقضاء على قائم الانتظار، وفي سوهاج تم تركيب 650 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بقرى سوهاج. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار. مديرية الصحة بشمال سيناء أعلنت افتتاح نقطة طبية جديدة في حي أبو خويطر بمدينة الشيخ زويد. بيأتي هذا الافتتاح كجزء من خطة الوزارة لدعم المناطق البعيدة والنائية وتلبية احتياجاتها الصحية. هتوفر النقطة الطبية الرعاية الصحية الأساسية والمستلزمات الطبية الضرورية، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة لسكان الحي. أطلقت جامعة قناة السويس خطة التدريب الصيفي عبر المركز الجامعي للتطوير المهني اللي تضمنت 25 دورة تدريبية متنوعة شارك فيها 1052 طالب بهدف تأهيلهم لسوق العمل. وبتأتي هذه الدورات في إطار استراتيجية الجامعة لتمكين الطلاب من اكتساب المهارات المهنية المطلوبة. محافظة بني سويف شهدت إجراء 20 عملية جراحية ضمن مبادرة الفريق الواحد اللي أطلقتها مديرية الصحة للقضاء على قوائم الانتظار، وده في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. نفذت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي حملة لتركيب 650 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بقريتي الكوامل وأولاد عزاز بمركز سوهاج، والجبيرات بمركز طهطة، وبيت داود بمركز جرجة، وسفلاق بمركز سقلتة، وقريتي الحرجة بحري وبرخيل بمركز البلينة في محافظة سوهاج. شاركت مديرية الصحة بمحافظة مطروح في القافلة الخدمية الشاملة بمدينة سيوة في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. شملت القافلة الخدمية الشاملة بمدينة سيوة 7 سيارات لتوقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات وصرف العلاج بالمجان وتقديم خدمات حملة رئيس الجمهورية 100 يوم صحة ومبادرات الصحة العامة والتثقيف الصحي والأشعة والفحوصات المعملية، وقدمت 740 خدمة طبية مع توقيع الكشف وصرف العلاج ل 409 منتفعين. في الدقهلية أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة أنه هيتم فصل التيار الكهربائي بدءاً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة في أماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة، وده الإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقاً لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين. أعلنت مديرية الصحة في الأليوبية نجاح أول جراحة لمناظير العظام بمستشفى شبين القناطر المركزي في إطار السعي المستمر لتقديم كافة التخصصات داخل المستشفى لتحقيق أعلى مستوى من الخدمة الطبية للمواطنين.